يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. سؤالنا النهاردة اللي بنتكلم فيه، لو أنت رايح عزومة هل بتاخد معاك حاجة تقليدية ولا بتحب تجرب حاجة جديدة؟ احنا طبعا ربنا يجعل بيوتنا دايما عمرانة في رمضان، يا إما معزومين يا إما عازمين يا إما متجمعين كل واحد بطبقه، أو زي ما بيتقال عليها كده الديش بارتي، كل واحد بيبقى جايب حاجة معاه والناس بتتجمع مع بعض. مش الهدف خالص ان العزومه تبقى فخمه قوي، او الهدف ان الناس تبقى قاعده عماله تقول انا رحت عند فلان واكلت كذا وعملت كذا، لكن الهدف اللمه الحلوه. كلنا في رمضان ما بناكلش، وكلنا في رمضان يا دوب بنشرب حاجه بسيطه، نفطر على تمرايه وبعد شويه بقى نكون ابتدينا جوعنا. لكن هل بتحاول تتميز اثناء العزومه دي وتحاول تاخد معاك حاجه مختلفه؟ في ناس بتقول انا رايحه بيت اهلي، فبدل ما اخد معايا حاجة حلوة، لا انا ممكن اعمل معايا حاجة حادقة، ممكن اعمل صنف من اصناف اساعد بيه ست البيت. في ناس تانية تقول لا، كده كده ست البيت بيبقى لها طريقتها وبيبقى لها نفسها وطريقتها في توضيب السفرة، ولازم الاصناف اللي موجودة على السفرة تكون لايقة على بعضها، فبلاش اتطفل وخليني احاول اتصرف بشكل مختلف، خليني اجيب حاجة حلوة واشيل من عليها مجهود انها تختار حاجة حلوة. في ناس بتحب تاكل حلويات مليانة سكر، وفي ناس بتحب تاكل الفاكهه، وفي ناس بتحب تدخل الفاكهه في الحلويات. انواع كتير وبقت مختلفه، واعتقد ان دي حاجه من الحاجات اللي بتميزنا في مصر، ان الحلوانيه عندنا في مصر عندهم طريقه مختلفه كده كل سنه في انهم يعملوا شكل مختلف وبراند مختلف للحلويات في مصر. اعتقد ان احنا محتاجين الفتره الجايه نعمل سياحه الحلويات، ونقدر نفعل عندنا في البلد سياحه الاكل المختلف. رمضان بيبقى موسم كل محلات الحلويات إنها تخترع حلويات مختلفة. على مدار سنين كنا متعودين على الكنافة والقطايف والبسبوسة والمشمشية وبلح الشام والحاجات اللي شبهها في رمضان. الفترة الأخرانية بقينا بنشوف ريد فيلفت، كنافة بالمانجا، كانت وقت لما كان بيجي رمضان في الصيف قوي. لما ابتدى يتحرك شوية رمضان ابتدى يجي مع موسم الفراولة، فشفنا الكنافة بالفراولة والكنافة بالبلح والكنافة بالموز والكنافة بالكروكاو والمحطوط عليها صوص كراميل، أشكال مختلفة. دخل شوية الكنافة مع الآيس كريم، البسبوسة ابتدت تقول اشمعنى أنا لازم أشوف حاجة تانية مختلفة، ابتدوا يدخلوا فيها حاجات. الناس ساعات بتبقى نفسها قوي قبل الفطار، وانت رايح تشتري حاجة حلوة كل حاجة بتشوفها بيبقى نفسك فيها، عشان كده اتعملت الأطباق اللي هي بتتكون من أربع حاجات أو من أربع أشكال، بتبقى متقسمة أربع قطع بحيث إن أنت تاكل من أكتر من نوع. أنت بقى بتحب تعمل إيه وأنت رايح العزومة؟ بتحب تاخد معاك حاجة تقليدية ولا بتجرب حاجة جديدة؟ خصوصاً إن محلات الحلويات أبدعت في الفترة الأخرانية في التسويق عن طريق الأسامي الجديدة. كنا متعودين على الأسامي اللي إحنا عارفينها، لكن مؤخراً بقينا بنشوف المخدودة اللي مش عارفة، اللايصة اللي مش عارفة إيه، أسامي مختلفة، ممكن المدلعة، أسامي مختلفة ممكن تكون جذبة أكتر جداً لينا إن إحنا نجرب الحلويات. خلينا نشوف النهاردة كل واحد فيكم بيعمل إيه، بتحبوا تعملوا حاجة في البيت ولا لأ؟ بتحب تاخد معاك حاجة تقليدية ولا بتحب تجرب حاجة جديدة؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا فيسبوك وإنستجرام، مستنيين إجاباتكم اللي هنستعرضها معاكم في حلقة النهاردة. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. أنواع مختلفة من الحلويات موجودة معانا على سفرة رمضان السنة دي، شفنا أنواع ممكن تكون جديدة علينا، شفنا مثلا سوشي الكنافة اللي معمول بشكل مختلف، معمول كنافة معمولة رول ومحشية كريمة بشكل مختلف، شفنا بلح الشام اللي محشي بسبوسة، يعني أنواع مختلفة كتير موجودة معانا. خلينا بقى نسأل لاميا حمدين النهاردة إيه أكتر أنواع الحلويات، وهي بتروح العزومة بتختار انها تاخد معاها حاجه تقليديه ولا بتختار انها تجرب حاجه جديده، ونتعرف كمان منها على اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات. لاميا صباح الفل عليك. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. كلام على الحلويات جرى رقنا. انا بحب الحلويات الحقيقه، بس في رمضان بس، ما باكلهاش بقيه السنه، باكلها في رمضان بس، انما لما ببقى معزومه عند حد بساله الاول
ايه اللي ناقص عندك، ايه اللي انا ممكن اجيبه، حاجه حلوه ولا حاجه حادقه، ولا اجي اساعد، ولا اجيب المكونات معايا واعملها عندكم. لا يعني لازم اسال عشان ابقى عارفه انه الحاجه اللي هجيبها هو فعلا اللي محتاجها. دي الاصول ودي الشياكه فعلا بجد. ايوه لازم اجيب حاجه هو فعلا ناقص عنده او مناسبه للعزومه دي والاحتفال ده، فده العادي اللي انا بعمله على طول. طيب والجو اللي بره ده ايه الحكايه؟ لما الجو اللي بره ده صعب قوي، انا حاسه ان احنا رجعنا فصل الشتاء تاني مع انه خلاص انتهى واحنا دلوقتي في الربيع، لكن ده العادي قوي في فصل الربيع، تباين شديد في درجات الحراره سواء الصبح او بالليل. تفاصيل معي هنعرفه بقى بالتفصيل. بصبح عليكم مشاهدينا، وخلونا نستعرض مع حضراتكم الجوله المروريه واللي هنبص فيها على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي لما الناس بدات تنزل. هنبدأ من الكورنيش وهنلاقي كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد. أما كوبري أكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي هناك كثافات مرورية بسيطة لحد غامرة. أما المكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان نشاهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام اللي قادم من الجيزة واخد اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات تانية في الاتجاه العكسي، وده بسبب زيادة أحمال السيارات. نفس الموضوع في المتجه من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة، وظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا للطريق الدائري. ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، وهنفضل كمان ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد هو كمان كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضة وهناك برضو بعض الكثافات. كورنيش النيل بدأت الكثافات تزيد عند المظلات والساحل ومنطقة وسط البلد، والكثافات دي طبيعية دلوقتي بسبب زيادة أعداد السيارات. أما الكورنيش المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية، وناخد بالنا ان كوبري 15 مايو بتظهر عليه كثافات اعلى منطقه الزمالك، وده بسبب اعمال توسعه الكوبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد. هنروح دلوقتي لمحافظة الجيزة، وهنبدأ من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات. كمان ظهرت كثافات تانية في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق امبابة وبولاق، لكن المحور صفت فيه كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. ولو رحنا لشارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية ولحد الطلبية. أما محور 26 يوليو في كثافات للي قادم من أكتوبر، أما الاتجاه الآخر ناخد بالنا فيه تحويلة مرورية من المحور لمحور المهندس شريف إسماعيل والعودة مرة تانية للمحور. دلوقتي هنروح لمحافظة الأليوبية القادم من الزراعي، بتظهر عليه كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي، وده بسبب الكثافات لكن أصبحت أقل من المعتاد، وبيشهد كمان الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق وتمنع ظهور أو توضح في زحام مروري للمركبات. أما من المنطقة من منطقة الدلتا اللي هيستخدم طريق شبرا بنها الحر يستخدمه علشان يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع، ويفضل يمشي على محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد في شبرا الخيمة. هنكمل جولتنا المرورية، نروح لحد بورسعيد، وهناك هنلاقي سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية، زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة بتبتدي تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، ونروح على طريق طرح البحر بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي هو كمان فيه كثافات مرورية ومكملة لحد آخر الشارع. خلصت كده نشرتنا المرورية، ونستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وفي فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. كمان في نشاط للرياح على كافة أنحاء الجمهورية بيؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر والمتوسط. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 21 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 28 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 18 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي هتكون بتهم حضراتكم إن شاء الله، لكن خلينا الأول نبتدي بالأحداث اللي حصلت امبارح، وأبرزها اجتماع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي طلع خلاله على مستجدات برامج تأهيل وتدريب الأئمة الجدد، واللي بيستهدف تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على إيد نخبة من كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية
والاجتماعية والثقافية. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اطلع خلاله على مستجدات برامج تأهيل وتدريب الأئمة الجدد اللي بيتم بغرض تأهيلهم دعوياً وعلمياً وثقافياً على يد نخبة من كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وده بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1444 هجرية، وجاء فيها إن نصر العاشر من رمضان المجيد سيظل رمزاً للقيم الخالدة لأمتنا المصرية وامتلاكها لأسباب القوة والقدرة لإعلاء إرادة الوطن والعبور به إلى أفاق المستقبل. امبارح عقد مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستهل الدكتور مدبولي الاجتماع باستعراض أبرز تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع سيادته بأعضاء الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها التوجيه بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطوير حقيقي للجهاز الإداري للدولة بشكل كامل ونوعي، إلى جانب التحول للحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين. امبارح خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة تمت الموافقة على موازنة العام المالي المقبل 2023-2024 واللي تضمنت معدل نمو مستهدف 4.1%. كمان من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي بيتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي. امبارح وخلال اجتماع مجلس الوزراء تم استعراض خطة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، وبتتمثل محاور القانون في تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع تيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية بالإضافة لحوافز لهذه المشروعات، بجانب محور آخر يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي فضلاً عن محور المعاملة الضريبية المبسطة وتيسير إجراءات بدء التعامل. وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، ومنها انطلاق فعاليات الليالي الثقافية والفنية لقصور الثقافة في أسوان، وتنفيذ 95% من مشروع محطة إنتاج بيض المائدة في الغربية، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسوان اللي هتنطلق فيها فعاليات الليالي الثقافية والفنية وهتستمر لحد يوم 18 رمضان، ويشمل برنامج الليالي الثقافية والفنية عروض فنية متنوعة تضم فنون شعبية لفرقتي أسوان والمنيا وتشكى التلقائية، بالإضافة لإنشاد ديني لفرقتي السبعية وسوهاج وموسيقى عربية لفرقة أسيوط وعروض كورال أطفال لفرق أسوان والعقاد، وكمان بيتضمن أمسيات شعرية لنخبة متميزة من الشعراء ولقاءات للعودة للجذور بمشاركة عدد من الكتاب والأدباء. في الإسكندرية تم بدء تنفيذ مشروع رصف شارع أحمد أبو سليمان بنطاق حي الشرق، وده بعد استكمال وإدخال كافة المرافق، وبيربط الشارع بين محور المحمودية حتى شارع مصطفى كامل بطول 2 كيلومتر وعرض 20 متر في الاتجاهين، وبيخدم قطاع عريض من المواطنين. في الإسماعيلية تم تنظيم قافلة طبية مجانية بوحدة الجريشة اللي استهدفت أهالي مركز ومدينة أبو صوير. القافلة استقبلت 1059 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية اللي بيتم تنظيمها مجاناً بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً. في الغربية تم الإعلان عن تنفيذ أعمال محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا بنسبة بلغت 95%، واللي بيتم إنشائها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج.
في البحيرة تم إجراء المسح السمعي ل 391,397 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج أمراض ضعف وفقدان السمع لحديث الولادة بالبحيرة. في جامعة المنوفية تم تكريم أيمن محمد أبو العلا القائم بعمل مدير إدارة المتابعة بالمستشفيات الجامعية لفوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة أبو ظبي العالمية للجوجيتسو وزن 77 كيلو. في بني سويف شهدت المحافظة تسليم 10 مشروعات تعليمية بعدد فصول 144 فصل بتكلفة أكثر من 53 مليون جنيه، وده من أول يوليو 2022 ولحد مارس 2023. في الأليوبية أعلنت مستشفيات بنها الجامعية إنها حققت تقدم كبير في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية، وقالت إنه خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022 تم إجراء 2036 جراحة في مختلف التخصصات الطبية. لو انت معزوم عند حد بتفضل تاخد معاك حاجه حلوه تقليديه ولا حاجه حلوه من الحاجات الحلوه الجديده اللي مش متعودين عليها، واللي بقينا بنمتاز في ان احنا كل سيزن لرمضان او كل موسم لشهر رمضان بنبقى قاعدين مستنيين يا ترى محلات الحلويات هتنزل ايه. خلينا نشوف اجابات حضراتكم ونشوف قلتوا ايه. استاذ علاء هارون بيبتدي بصباح الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين، باخد معايا صينيه بسبوسه عشان انا بحبها قوي وكمان بحب كنافه بالمانجا. كل سنة وانت طيب يا أستاذ علاء والهنا والشفاء عليك. طيب أستاذ علاء أبو زيد بقى كمان بيقول صباح الخير على كل مصر، الحاجات التقليدية ما ينفعش تتغير لأنها مربوطة بشهر رمضان وبتظهر في رمضان بس، ولا مش معقولة هنغيرها كمان في رمضان ونقول عليها حاجة جديدة. تحياتي ليكم علاء أبو زيد. عبد المنعم جاب الله بيقول صباح الفل عليكم، احلى حاجه بقى لو انا معزوم في رمضان عند حد قريبي اروح بقى من بدري واخد لهم بقى معايا فرخه ولا كيلو لحمه ولا دكر بط، وانا متاكد انهم هيكونوا فرحانين جدا ويمكن يفكروا يعزموني مره تانية وثالثه وكل عزومه وانتم طيبين. احنا عارفين وكن عندنا عاده كده زمان، عاده الزياره، يعني لو انت قريب من اصحاب البيت فعلا مش لازم احنا ناخد معانا حاجه حلوه، بناخد معانا كنا متعودين على الفاكهه وعلى الرز والخضار واللحوم لو في امكانيه ان احنا بنهادي بعض، خصوصا بقى مع الظروف الاقتصاديه اعتقد ان دي فكره هايله جدا. دعاء امير بتقول صباح الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين. اولا انا بحب اجيب الحاجات الجديده دايما زي المدلعه والكنافه بالمانجا والكنافه بالكريمه، طبق حلويات مشكل. فعلا في ناس بتفضل انها تاخد اكتر من نوع في نفس الوقت علشان ترضي اغلب الاذواق. اشرف عمران بيقول صباح الفل يا منى، اجمل صباح عليكم، انا لما بروح العزومه مش باخد حاجه خالص، مش كفايه ان انا رايح اصلا، الجوده بالموجود يا استاذ اشرف. عبير سالم بتقول صباح الخير على اجمل برنامج، باخد معايا فاكهه او حلويات واحب اصبح على امي واختي وزوج اختي، ربنا يحفظهم ليا وكل احبابي، رمضان كريم. احنا لسه معانا تعليقات كتير، مستنيين نشوف ذوقكم في الحلويات، ويا ترى بتفضلوا تاخدوا معاكم حلويات جديده ولا حلويات من اللي متعودين عليها، ولا بتفكروا انكم تاخدوا حاجه تانية مختلفه كمان غير الحلويات؟ نعرف منكم كل التفاصيل لما تقولوا لنا التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك وانستجرام. خلينا مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي حلقاتنا. ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث والموضوعات اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة الـ 22 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيبدأ حجز وحدات مشروع سكن مصر، وبيبدأ موقع بنك التعمير والإسكان من الساعة 10 الصبح فتح باب الحجز للوحدات في 11 مدينة جديدة، وده لمن تقدموا بالفعل في التسجيل وسداد مبلغ مقدم جدية الحجز للطرح الحالي للوحدات. تضمن الطرح الحالي لشقق سكن مصر وحدات كاملة التشطيب بعدد 8660 وحدة سكنية بمساحات من 106 حتى 133 متر مربع.
النهاردة هتستضيف مبادرة أنت مش لوحدك اللي أطلقها قطاع الفنون التشكيلية 29 فتاة من جمعية دار المبرة للبنات اليتيمات، وده في ورشة عمل ويوم ترفيهي بيقام في المانيال. تستمر المبادرة منذ انطلاقها في يناير الماضي في دعم ورعاية فئات معينة من المجتمع، منهم مرضى السرطان وذوي الهمم والأيتام وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية، وده عبر إقامة يوم فني وثقافي وترفيهي بيقام بصفة شهرية. النهاردة هينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع المختلفة التابعة له عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، تبدأ بأولى أمسيات صالون الغورية الثقافي وفقرة فنية للمديح النبوي تقدمه فرقة المولوية بقيادة الدكتور عامر التوني. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 22 من عمر المسابقة، هيلتقي إمبي مع البنك الأهلي الساعة 9:15، وفي نفس التوقيت هيلتقي كل من سيراميكا كليوباترا مع المقاولين وسموحة مع الإسماعيلي. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. كمان في نشاط للرياح على كافة أنحاء الجمهورية بيؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحرين الأبيض والأحمر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني كلمينا عن الطقس من امبارح، درجات الحرارة يعني حاسين أن في هواء جديد ودرجات الحرارة بتقل، وإحنا خلاص خلصنا فصل الشتاء يعني وداخلين على الربيع، خلاص إحنا في الربيع، فانخفاض يعني مبالغ فيه ولا ده طبيعي في الوقت ده؟ لا، هو ده يعتبر طبيعي في الوقت ده، لان الفتره دي من الربيع بتكون فتره التقلبات الجويه الحاده والسريعه، خاصه في درجات الحراره. درجات الحراره بتنخفض وبترتفع بشكل كبير في اليوم الواحد وفي الاسبوع الواحد، وده اللي بنشهده خلال هذه الايام، لان احنا من امس شهدنا انخفاض في درجات الحراره، وده اللي متوقع يكمل معانا 48 ساعه القادمه ان شاء الله، لان مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا مصادر كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضه في درجات حرارتها، بالاضافه كمان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد منخفض جوي بيساعد بشكل كبير على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس، فبتساعدنا على الاحساس بانخفاض درجات الحراره. كمان في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه في اغلب محافظات الجمهوريه، دايما نشاط الرياح بيخلينا نحس اكتر بانخفاض في درجات الحراره وبروده في الطقس اكتر من القيم اللي احنا دايما بنتوقعها. فاليوم الخميس في انخفاض اخر في درجات الحراره عن امس، بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 22 درجه مئويه، اليوم متوقع العظمى فتره النهار تكون 21 درجه مئويه، فبالتالي هنحس بالاجواء المائله للدفء الربيعيه على المناطق الموجوده في القاهره الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، جنوب سيناء، المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، درجات الحراره فيها بتنخفض لاقل من 20 درجه مئويه، فالاجواء معتدله تماما على السواحل الشماليه، مائله للحراره على جنوب الصعيد ده خلال فتره النهار مع وجود بعض اشعه الشمس، لكن فترات الليل اول ما اشعه الشمس بتغيب وبندخل في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر مع وجود نشاط رياح بنحس اكتر بانخفاض درجات الحراره، خاصه كمان ان الكتل الهوائيه منخفضه في نسب الرطوبه، فبالتالي بنحس اكتر بالاجواء البارده في اغلب محافظات الجمهوريه. كمان نشاط رياح اليوم على البحر المتوسط والبحر الاحمر سرعته بتتجاوز 70 كيلومتر على الساعه، فهيؤدي باضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه تقريبا 4 متر ارتفاع الموج في البحرين الاحمر والمتوسط. بالضبط، بيتجاوز 4 متر في البحر الاحمر والبحر المتوسط، ويعتبروا البحرين مع خليج السويس كمان غير مؤهلين تماما لاي اعمال صيد وملاحه بحريه. كمان اليوم متوقع ان شاء الله يكون في فرص لسقوط الامطار على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، لكنها كلها فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، وبنحسها في اماكن والاماكن الاخرى لا. الاجواء بصفه عامه اجواء ربيعيه اشبه للاجواء الشتويه بالفعل، وده اللي متوقع يكمل معانا ان شاء الله غدا الجمعه، لكن هيحصل نوعا ما اعتدال في سرعات الرياح، هبدا احس باستقرار اكتر
متوقع ان شاء الله مع مطلع الاسبوع القادم نبدا نشهد ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره، لان هياثر علينا كتل هوائيه من مناطق صحراويه مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فنبدا نحس بعض الشيء بالاجواء اللي فيها ارتفاع في درجات الحراره تبلغ ذروتها منتصف الاسبوع وتنحس اكتر بالاجواء الحاره. هل احنا معرضين خلال شهر رمضان انخفاضات اكتر في درجات الحراره ونتعرض لمنخفضات جويه ممكن تنزل درجات الحراره بالشكل ده مره ثانيه؟ وارد جدا طبعا، لان لسه احنا النص الاول من الربيع بيكون لسه مع شهر رمضان لحد شهر 5 ان شاء الله احنا معرضين لموجات الارتفاع والانخفاض في درجات الحراره اقل من المعدلات او اعلى من المعدلات، فوارد مره اخرى درجات الحراره تنخفض، وارد مره اخرى يحصل حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. عشان كده احنا بنقول الفتره دي مهم جدا يوميا نتابع النشره الجويه، لان احنا بالفعل حاسين بالتقلبات الجويه بين ارتفاع وانخفاض في الحراره، حالات عدم الاستقرار. مهم كمان ناخد بالنا وبننصح وبننوه بلاش تخفيف الملابس بشكل كبير فترات الليل، حتى لو خففنا بالنهار فترات الليل لازم نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه، بلاش الملابس الصيفيه دلوقتي خالص. فترات السحور بقدر الامكان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. مهم كمان فتره النهار قدر الامكان نبتعد عن اشعه الشمس ونتجنب اشعه الشمس عشان ما تزودش احساسنا واحنا صايمين بارتفاع درجات الحراره. طيب بما ان حضرتك بتقدم لنا بعض النصايح دلوقتي عايزين نطمن، هل الرياح اللي احنا بنتعرض لها خلال النهارده او بكره محمله بالرمال والاتربه ممكن تاثر على المواطنين الناس اللي عندها جيوب انفيه او حساسيه؟ لا، هو الحمد لله الكتل اللي بتاثر علينا كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، فان شاء الله مش هيكون معاها اي اتربه ورمال مصاره على اغلب المناطق الموجوده في الجمهوريه، ممكن بعض المناطق من المناطق الجنوبيه يعني مجرى الملاحي او بعض المناطق من ابو سمبل في الصحراء كمان، فما فيش اي تاثير على اي مواطن ان شاء الله باي اتربه ورمال مصاره، فقط هتؤدي لاحساسنا بانخفاض درجات الحراره وطبعا اضطراب الملاحه البحريه. بشكرك في النهاية شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة العظمى فيها 21 والصغرى 11، العاصمة الإدارية 21-11، اسكندرية 18-12، العلمين الجديدة 19-12، مطروح 19-13، دمياط 19-13، بورسعيد 19-12، إسماعيلية 22-13، السويس العظمى فيها 21 والصغرى 12، العريش 20-11، كاترين 18-7، طابة 20-13، حلايب 24-17، شلاتين 27-18، شرم الشيخ 24-17، الغردقة 24-15، الفيوم العظمى فيها 21 والصغرى 11، بني سويف 21-12، الوادي الجديد 25-10، أسيوط 22-11، سوهاج 23-13، قنا 27-13، الأقصر 26-14، وأخيرا أسوان العظمى فيها 28 والصغرى 16. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وكمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. خلصنا فقرتنا ونرجع مرة تانية لزميلتي منى نكمل معها باقي فقرتنا. شكرا ليك يا رامي. الحلقة 7 من مسلسلات رمضان كانت كلها أحداث مشوقة، سواء بقى الأعمال الوطنية أو الاجتماعي أو الكوميدي. اللي فات حلقات امبارح وما قدرش يتابعها خليه يتابعها معانا دلوقتي، ملخص لأهم أحداث الحلقات 7. معانا مجموعة كبيرة من المسلسلات أبرزها الكتيبة 101 ورسالة الإمام والكبير قوي الجزء السابع، وكمان جعفر العمدة وسر باتع وسوق الكانتو وغيرهم من المسلسلات. تعالوا مع بعض نتابع الملخص ونرجع تاني. الحلقات 7 من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة، البداية مع مسلسل الكتيبة 101 اللي ركزت الحلقة فيها على العملية اللي نفذها أبطال القوات المسلحة ضد العناصر الإرهابية، وتم فيها تدمير مزرعتين لتخزين أسلحة العناصر الإرهابية. سيطرنا على المكان بس ما فيش أبو البراء ولا أبو أسامة. مالك فيه؟ ماليش، أنا تمام. أنت تمام؟ أنا تمام، سيبه. طيب لا أنا أودي. وتطورت أحداث الحلقة بظهور الفنان حسني الشتا وهو بيذهب بصحبة سيدة لأحد مستشفيات سينا، إنها بتحتاج حد ينقذها من هذا الشخص بأي طريقة، وبالتالي راحت للإبلاغ عنه، وبالفعل نجح الرائد نور صلاح العزب واللي بيجسد شخصيته عمرو يوسف في القبض على عيد الإرهابي واللي بيجسد شخصيته حسني الشتا.
خد لبسه دي شوف يحب يسمع ايه. تعال. شاهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل رسالة الإمام مشهد دار في منزل الشيخ يحيى بن حسان البكري في تنس، حيث سافر الإمام الشافعي برفقة يوسف بن يحيى البويطي وبيعطيه ما دونه عن الإمام الليث. وخلال نوم الإمام الشافعي ويوسف بن يحيى البويطي في ضيافة الشيخ يحيى بن حسان البكري بتظهر أفعى في الغرفة، لكن الإمام بيستيقظ وبيضربها بالسيف، وبتتطور الأحداث بوصول الإمام الشافعي برفقة البويطي إلى أرض الفسطاط. أنا أشرف بأن أحمل هدية أهالي تنيس. شكراً يا أبا أحمد. بارك الله فيك. شكراً. خلال الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة ذهب الفنان محمد رمضان لصديق بلال شامة، الشخصية اللي بيجسدها الفنان مجدي بدر، عشان يعرف منه مكان أخوه إسماعيل واللي كان بيعمل في محجر مع مجدي بدر اللي اختطف ابن محمد رمضان. تليفون مقفول. عارف إنه زفت مقفول. عارف إنه مقفول بس هيفتحه، هيجيب خط جديد وهيكلمك ساعتها توصلني بيه أو أنت مكانه. شهدت الحلقة معرفة كل من مي كساب وإيمان العاصي وهالة صدقي حقيقة الفنانة زينة وسجن والدها، الأمر اللي أغضبها وجعلها بترغب في ترك المنزل. يلا شراب دي اسأل مامتك. مامتي؟ اسأل دلال ونرجس. طلعوا الحاجة دي على شقتي فوق. يلا. لا محدش يمشي. يلا نتكلم فوق. لا معلش من فضلك انا عايزه امشي. احنا في الشارع بقول نتكلم فوق. انا عيب راضي اوبر. شاهدت احداث الحلقه السابعه من مسلسل الكبير قوي معرفه الكبير احمد مكي من الامن في المول، السواق اللي ركبت معاه مربوحه او رحمه احمد وخاطفها هو علاء مرسي. وبعد البحث تم العثور على صاحب العربيه الانتيكه اللي ركبتها مربوحه، ولما وصل الكبير برفقة نفادي أو حاتم صلاح وريجاتا صاحب التاكسي للفيلا، وجد النجم أحمد السقا على حصان، وكل منهم تفاجأ أن صاحب العربية الأنتيكة هو السقا. أستاذ أحمد، في ناس عايزينك. أستاذ أحمد السقا. في مسلسل سر الباتع شهدت الأحداث لاستعدادات لمحاكمة السلطان حامد أو أحمد صلاح السعدني، وأمر القائد الفرنسي أن تكون محاكمته علنية علشان يرهب أهل القرية ولا يتجرأ أحد بعد كده على قتل أي جندي فرنسي، ويتم تعيين القائد الفرنسي العالم كليمونت علشان يكون محامي يدافع عن حامد والمحكمة تكون شرعية. ربك فوق الكل. مدل العصر يا معلش. ربنا موجود. ألف ألف مبروك، ألف حمد لله على السلامة، اتفضل. كشفت الحلقة السابعة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث. اجتمعت صفية أو روبي ببعض من نساء تل شبورة تحت شجرة الجميز بعد ما عرفت إن كبار البلد عايزين يقطعوا الشجرة، والأمر ده بترفضه العمدة، علشان كده قررت عمل الاجتماعات هناك. وفي الاجتماع عرضت النساء مجموعة من الأفكار اللي بتتلخص في وجود أتوبيسات للذهاب لمعرض الكتاب وعمل صالة جيم للسيدات. وكانت رفايدة أو صلة عمر بتشاهدهم من بعيد، ولما جت والدتها الدكتورة نعمات أو نهلة سلامة وبختها على كده. اتجننتي يا بنت؟ اتجننتي؟ ازاي تتكلمي مع أمك كده؟ ايه بتكلم ازاي؟ بتقولي غلطانة وبقولك أنا مش غلطانة، ما غلطتش في حاجة. صاحبتي قاعدة تحت الجميزة مع حضرة العمدة، أجرمت عشان عايزة أقعد معاهم. حضرة العمدة دي شيطانة، شيطانة. في مسلسل ضرب نار الحلقة السابعة مهرة أو ياسمين عبد العزيز راحت لجابر أو أحمد العوضي في المحل علشان تسأله عن مفتاح المحل اللي أرسله ليها مع بندق أو منذر مهران، وقال لها إنه كان بيمر بظروف صعبة، وردت عليه بإنها ملقتهوش وقت لما كانت بتحتاجه علشان يطلب منها في النهاية الزواج منه، وبتوافق مهرة، وتم إقامة حفل زفاف كبير حضره عدد من الأصدقاء وأهل المنطقة وشقيقة عبيد، ولكن المفاجأة كانت في حضور زيدان أو ماجد المصري حفل الزفاف لتهنئة مهرة بخاتم ألماز.
بدأت أحداث الحلقة 7 من مسلسل مذكرات زوج بحلم شيرين أو عائشة بن أحمد إن رؤوف تزوج عليها بنت خالته مها أو فرح يوسف. بعدها قامت بزيارة والدة رؤوف هناء الشربجي علشان تسألها إن المفروض تعمله بعد ما ترك المنزل، وبتقول لها إنها بتشك في مها بعد خروجه معها مؤخراً، ولكن بتؤكد لها والدة رؤوف إن مها ما تعرفش أي حاجة عنه وإن هي زارتها مبارح علشان تتأكد بنفسها. وإنتي صدقتيها؟ آه، شكلها ما كانتش بتكسب. أو يمكن بتعرف تمثل كويس؟ لا، أنا بشم ريحة الكذب من بعيد. رؤوف ما سابش البيت عشانها ولا في حاجة بينهم أصلا. طب مش هتتكلمي معاه زي ما كنتي ناوية لما روحتي له الشغل؟ أنا روحت له الشغل عشان كنت فاكرة إن هو بيسيستم مع الهانو، بس دلوقتي خلاص يرجع وقت ما يرجع. في الحلقة 7 من مسلسل سوق الكانتو غادر أمير كرارة أو طه القماش البانسيون بعد طرد شيرين والدة راوية مي عز الدين له والأصدقائه، وبتتبعه راوية لمحاولة شرح الأمر له وبتخبره إن هناك سوء تفاهم وإن في خلاف قديم بين جده الحاج حسنين ووالدتها. تحب أشوف لك بانسيون تاني تقعد فيه النهاردة؟ لا ما ملوش لازمة، أرجع النهاردة بليل على طول. لا زي ما ينفعش، ما هو لو انت حكم دار المحروسه انا برضو حكم نط اسكندريه. في مسلسل الصفاره قرر شفيق او احمد امين الزواج من شيرين او ايه سماحه، وده بعد لما عزمها على الغداء للتعرف اكتر على الابناء، ولكن بيجد نفسه منغمس في هموم الاولاد ومشاكلهم، وقرر في النهايه انه بعد زواجه من شيرين اللي تحدد موعده بكره هتكون دي النهايه السعيده اللي بيدور عليها، وبعد الفرح هيرجع الصفاره الاثريه للشيخ لبلوب او محمد رضوان ويشكره عليها. ليه كده؟ الله يخرب بيت سنينك يا زياد، انا كان قلبي حاسس ان انت هتخربها من الاول، انا مش فاهم ليه؟ وانت رايح عزومه في رمضان بتحب تاخد معاك ايه؟ بتحب تاخد معاك حاجه حلوه تقليديه ولا حاجه حلوه من الحاجات المختلفه اللي بنمتاز بيها في رمضان وبنستناها كل رمضان نشوف يا ترى هيحصل ايه في الجديد في الحلويات؟ خلينا نشوف تعليقاتكم. محمد عصام التهامي بيقول من باب الأدب لازم تاخد معاك حاجة ما ينفعش تروح وإيدك فاضية، مش هتفرق بقى هي حاجة تقليدية ولا حاجة جديدة، المهم إنك توصل بدري وترجع بدري عشان تلحق تصلي التراويح. كل سنة وانتم طيبين أسرة برنامج صباح الخير. صباح الفل عليك يا أستاذ محمد عصام. كحلاوي بيقول صباح الخير عليكم من أسيوط، أهم حاجة برضو ما تدخلش بإيدك فاضية وخد أي حاجة، كل عام وإنتم بخير، أحلى رمضان عليكم بأمر الله، رمضان 2023. عندنا تعليق كمان من عبير. عبير بتقول لازم أخد معايا فاكهة أو أخد معايا حلويات. فكرة إن إحنا ما نبقاش مرتبطين بالحلويات دي برضو بقت يعني منتشرة جدا، الفواكه سكرياتها أقل، إحنا كلنا بنحاول إن إحنا نقلل في وزننا ونحاول إن إحنا نعيش شكل صحي أكتر، الفواكه ممكن تكون أقل كمان في السعر وتكون فايدتها أكبر بكتير، فلو فكرنا إن إحنا برضو نهادي بعض بالفواكه والعصائر أعتقد إنها هتبقى فكرة لطيفة خالص. طيب عمارة بيقول الجديد شديد، لا طبعا كل عزومة لازم أشكل وأشوف هاخد معايا إيه. أما السيد الوكيل بيقول أكيد الجديد مفيش أحسن منه وربنا يقدرنا على فعل الخير. إسماعيل خلف بيقول بحب أخد معايا حاجة تقليدية لأن الحاجة الجديدة ممكن أحياناً محدش يبقى عارفها وممكن تبقى قيمتها أغلى من التقليدية، ما بنحسبش الهدية بقيمتها، بنحسب بفرحتنا بأن في ضيف منورنا ومشرفنا في بيتنا. طيب بسمة بتقول بحب أخد معايا حاجة تقليدية أو هدية بسيطة، النبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحبوا. فارقني من كان يسعدني ده اسم الأكاونت بيقول بحب أخد معايا فواكه وأخد معايا صواني بسبوسة ويا سلام لو كولا. أما إيناس يونس بتقول أنا بحب أخد الحاجات أو بحب أشوف الحاجات اللي هباخدها على حسب العزومة، ممكن أخد معايا حاجة حلوة، ممكن أخد معايا مشروبات غازية، ممكن أخد معايا شوكولاتة.
مش عارفه، مش متعودين على الشوكولاته في عزومات رمضان. فكره برضو، بس يعني ممكن في ناس تكون بتحب الشوكولاته في رمضان. طيب عبد الحكيم فهيم الحيس بيقول العزومه دايما المهمه بدخل بشيء مميز ويكون ملفت للنظر، لكن في العزومه العاديه ما بتبقاش فارقه، مش مهم ان يبقى متميز. اعتقد ان كل مره تتعزم وكل ناس قدرتك واختارتك انك تنورهم في بيتهم، اعتقد انهم يكونوا مميزين، ودايما وجودك هيبقى مميز ان شاء الله. خلينا بقى نتكلم عن واحد من الأسئلة اللي الناس كتير قوي بتقعد تفكر فيها. يا ترى ثواب الصيام مرتبط بعدم التقصير في باقي العبادات؟ يعني مثلا لو حد كان مقصر في أداء الصلاة، هل ده مثلا ممكن يؤثر على قبول الصيام؟ دي من أكتر الأسئلة اللي الناس تقعد تفكر فيها، وأعتقد إنها من أكتر الأسئلة اللي ممكن تكون بتروح لدار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر للفتوى الإلكترونية بالذات في رمضان. خلينا إحنا النهاردة نطرح هذا السؤال ونتكلم عن العبادات وتأثيرها على فريضة الصيام، وإزاي نقدر نحافظ على ثواب الصيام من خلال ترك كل ما يغضب الله. خلينا نرحب في فقرتنا النهاردة بالشيخ عبد الله سلامة الواعظ بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية. صباح الخير على حضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح النور بحضرتك. صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. طيب خلينا كده في البداية نعرف، يا ترى العبادات مرتبطة ببعضها؟ قبل ما نبتدي أصلا نسأل أسئلتنا، هل العبادات مرتبطة ببعضها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كل عام وأنتم بألف خير وسلم وشهدين بألف خير وصحة وسعادة وسلامة ومصرنا الآمنة بخير وسعادة، اللهم أمين. العبادات عندما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان مطالب بكل العبادات طبعا. فعندما قرر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بني الإسلام على خمس، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالإنسان إذا قصر في عبادة فهو مطالب بأداء هذه العبادة. طيب حتة القبول، يعني مثلا الإنسان زي ما حضرتك تفضلتي في موضوع الصلاة وموضوع الصيام، موضوع قبول العمل لا يعلمه إلا الله عز وجل، فحتة القبول دي محلها عند الله عز وجل. لكن الإنسان مأمور بالصلاة سواء في شهر رمضان أو غير طبعا شهر رمضان طبعا، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا طبعا، ويقول وأقم الصلاة لذكري، ويقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن الصلاة ليس لها شهر دون شهر نعم. فالإنسان مطالب بالصلاة طوال عمره، ويجب على الإنسان إذا قصر في وقت معين في أداء الصلاة فيجب عليه قضاء هذه الصلوات، لأنها دين في رقبته أمام الله عز وجل. فيجب الحفاظ على الصلاة من منطلق أنها عبادة مستقلة وصلة بين العبد وربه. فإذا وصل الإنسان هذه الصلة كان الجسد وكانت الروح متصلة. لأن احنا لو نظرنا إلى فرضية الصلاة نجد الصلاة فرضت في الملأ الأعلى في رحلة الإسراء والمعراج، فموطن الصلاة ذاته إذا الإنسان أقبل وقال الله أكبر فيرتقي بروحه إلى الملأ الأعلى عند فرضية الصلاة عند الحق تبارك وتعالى. طيب خلينا نفصل كده نعم. الحاجات اللي ممكن تكون شائعة وممكن نكون الناس بتلخبط فيها كتير، فكرة إن الناس بتربط العبادات ببعض نعم. وحضرتك وضحت النقطة دي، ولكن في ناس بتقول لن يقبل الصيام. احنا طبعا عارفين ان اللي بيقبل وبيرفض نعم. يعني او لا يقبل نعم. هو عز وجل، لكن خلينا نقول انه الناس تقول لو ما قرأتش قرآن مثلا كل يوم على الاقل جزء، لو ما سبحتش وحمدت ربنا نعم. لو ما صليتش على النبي ألف مرة صلى. عليه الصلاة والسلام لو لن يقبل صيامك نعم. في حاجات احنا بنبقى حاسين من جوانا انها نعم. يعني احنا كده بنبقى عملنا اللي علينا او بنتقرب الى الله نعم. عز وجل نعم. لكن في حاجات الناس بتغالي فبتصعب الأمور على الآخرين نعم. أثناء الصيام. خلينا نتفق أن الدين يسر، والله عز وجل غني عن جميع العبادات. والله عندما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
فمنطلق العبادة من باب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فحدة الإنسان ينظر إلى غيره ويقول لغيره لا أنت ما قرأتش قرآن النهاردة يبقى أنت مقصر، لا، كل إنسان يحكم على نفسه. بالعكس، الإنسان ممكن يعمل عمل بسيط لكن يعمله بإخلاص فيكون القبول عند الله عز وجل. في حتة إن أنا ما قرأتش قرآن النهاردة أو ما صليتش على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة كده أنا مقصر، لا كده أنا مذنب، كده عملي مش مقبول. من الذي يتأله على الله؟ الله عز وجل لا يرضي هذا الأمر. كل إنسان يهتم بشؤون نفسه، بل إن لو نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حضرتك تفضلتي إن العبادات مرتبطة بالسلوك نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وكثرة صيامها وكثرة تصدقها ولكنها تؤذي جيرانها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي في النار. على النقيض قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من قلة صيامها وقلة صلاتها وقلة صدقتها ولكنها تحسن إلى جيرانها، فقال هي في الجنة. فحتة الإنسان ييأس الناس ويجعل الناس يائسة وقانطة من الله عز وجل، هذا العمل لا يرضي الله عز وجل، بل إننا نحن مأمورون بأن نحبب الناس في الدين. الإنسان اللي هو صلى الفريضة وما صلاش السنة نقول له برافو عليك، المرة الجاية بصلي السنة. إنما لما أقف معه أقول له لا ده أنت مقصر، أنا كده بعمل له أزمة، باظت بقى بعمل له أزمة. لا بالعكس، بالعكس، الدين يسر، الدين يسر. والنصيحة دائما في الدين لازم تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، مش تكون بالترهيب، لا، الترغيب. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعلمنا في مفهوم الـ 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 الأمر بالمعروف ودلائل الناس على الخير. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إئذن لي في الزنا، أمر كبير جدا وعظيم جدا لا يقبله أي إنسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بالعقل، خاطبه بالمنطق. الصحابة رفضوا الموضوع وأرادوا أن يعني يؤذي الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتركوه، ثم قال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه؟ الرجل ذاته عندما تحقق معنى الموعظة ومعنى الحكمة في فؤاده فتحول وقال وأنا كذلك لا أرضاه يا رسول الله. يبقى إذن تحول من منطوق أو من حبه للشهوة والمعصية بسبب المعاملة وبسبب المناقشة الجميلة والحكمة الجميلة من النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقل من المعصية إلى الطاعة، اقتنع. فيعني حتى لو كان يعني كان في نيته أنه يداري، نعم، أو نعم، هو كده اقتنع تماما ولن يعود، نعم، إلى مثلا يعني التفكير في مثل هذه الأشياء. طيب، في بعض الأحيان السيدات الله يعينهم دايما، نعم، نعم، في رمضان بيبقى عندهم كده شعور بالتقصير في العبادات، نعم، بيبقوا حاسين أنهم نفسهم يعملوا حاجات أكتر لكن مشغولين بشغل البيت، رمضان والتجهيز للأكل لإفطار الصائمين، مسؤولياتهم اليومية العادية، نعم، الوقت، نعم، في رمضان بيعدي بسرعة، فبيبقى نفسهم أنهم ياخدوا ثواب إفطار الصائم اللي بيعملوا له في البيت، وكمان في نفس الوقت بيبقوا طمعانين في مزيد من الثواب لو يقدروا يعملوا عبادات زيادة، نعم. نقدر نقول لهم إيه؟ نقدر نقول لهم أن ما فيش حد هيفطر في مصر كلها ولا في العالم كله إلا لما يكون فيه زوجة وأم في البيت، فبدونهم مش هتكون في سعادة على الإفطار، بدونهم مش هيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطر. طب لو مش فطر مش هيبقى في فرحة. فإذا على كل سيدة أن تعلم وعلى كل أم أن تعلم كل ما تفعله في البيت عبادة. وقوفها في البيت إن هي تجهز الطعام وتقوم بتجهيز الفطار ده عبادة وتؤجر عليه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بل إحنا لو تحققنا في المفهوم ده هنجد إن الرجل الذي يعمل ويأتي بالكسب إلى البيت بنية إن هو يوسع على أهل بيته ويجعل في بيته سعادة يؤجر على هذا. طب السيدة اللي بتقوم على تجهيز الطعام بالنية إن هي بتجهز الطعام لأولادها عشان خاطر عفوا يكون في يفطروا فتؤجر عليها كما قال البعض أنها تؤجر إفطار صائم،
يبقى الأعمال بالنيات. مع وضع في الاعتبار أن عندنا كثير من السيدات هم المعيلات لأسرهم، وعندنا كثير من السيدات أو الأغلب الأعم بيعملنا يعني إحنا، فهي مسؤولة عن الشغل وإنها ما تأثرش في حقها في شغل في حق شغلها أبدا يعني بالإضافة لمسؤولياتها اليومية. ودي دعوة جميلة أن السيدة دلوقتي تحملت مشقة العمل وتحملت مشقة البيت، فيجب على كل رجل وعلى كل زوج أن يراعي هذه المسؤوليات. يبقى في تفاهم في البيت، يبقى في محبة، يبقى في مودة، يبقى في رحمة، مش يبقى في عصبية ويبقى في شدة في البيت إن حاجة حصل فيها تقصير يبقى إحنا نوقف لبعضنا على الوحدة. لا، يجب أن نغير ونفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله. النبي صلى الله عليه وسلم الخلق الجميل، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في البيت إن هو جالس، لا، كان في مهنة أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلب الشاه ويخصف النعل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم البيت، يكنس البيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأعمال دلالة لنا كأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكل سيدة بتفعل شيء هي تؤجر عليه في الدنيا وتؤجر عليه في الآخرة. بل إن الحديث النساء التي أتينا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الحديث ضعيف لكن يؤخذ به في فضائل الأعمال، قال يا رسول الله ذهب الرجال بالجهاد، يعني الرجال بيجاهدوا في سبيل الله ويقاتلون ولهم ذلك، فماذا لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهن أن المرأة ما تفعله في البيت هو جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. يبقى إذن لا، ده لهم مكانة عظيمة جدا، كل سيدة وكل زوجة وكل أم هم أساس وهم سر السعادة في كل بيت وفي كل أسرة. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهن جميعا، عشان ربنا يكتب لنا ثواب الصيام ونقدر ناخد أجره كاملا. إيه الحاجات اللي نبعد عنها ممكن تكون يعني فيها شبهة تبوظ لنا صيامنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الصيام جنة، يعني وقاية، يعني حفظ، يعني أمان من كل سوء. الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الإنسان معرض في العمل، معرض في الشارع، معرض في أي مكان إن هو يجد الأذى من بعض الناس. خلق الصائم يتحقق إن هو يتحمل الأذى ولا يدفع بالأذى أذى، لا، إن يدفع بالأذى يدفع، يرد الأذى بالإحسان. لذلك واجب على كل صائم إن الصيام مش هو الامتناع عن الأكل والشرب والشهوة، لا، الصيام كما قال سيدنا الإمام الغزالي في الإحياء يقول الصيام على مراتب ثلاث: صوم العوام اللي هو الطعام والشراب والشهوة، وصوم الخواص اللي هو الجوارح، وصوم خواص الخواص الخصوص بقى اللي هو بقى كل حركاته وكل سكناته وفؤاده وقلبه لا يشتغل إلا بالله. فنسأل الله أن يكتب لنا هذا الأمر. يبقى إذن الصائم يجب عليه أن يحفظ لسانه عن الكذب، ويحفظ نظره عن أي شيء يغضب الله عز وجل، ويحفظ فؤاده عن كل شيء فيه حقد أو حسد أو غل أو كراهية. يبقى صيامنا صيام كامل. طيب معرض إن هو حد يقول له حاجة؟ لا، يتذكر إن هو صائم، يتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم دائما في قلبه وفي خاطره إني صائم. يعني إيه؟ يعني تحقق الصيام فيا، فأنا لي مرتبة عايز أصل إليها لعلكم تتقون. فمن حفظ لسانه وجوارحه وقلبه عن كل ما يغضب الله عز وجل وجب له أن يصل إلى مراد الله في الصيام، ألا وهو لعلكم تتقون. احنا بنشكر فضيلتك الشيخ عبد الله سلامة الواعظ بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، نورتنا وشرفتنا، شكرا لوجود حضرتك. ربنا يبارك في حضرتكم ويحفظكم يا رب العالمين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. مشاهدينا احنا لسه موجودين معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا.
مرحب بيكم وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل المسلسلات. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر العمر. ما هو أنتي مش فالحة غير في السهوكة والنحنحة يا أختي. نبدأ كلامنا بالصلاة على الحبيب. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. بينك وبينه إيه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بأدب. سيدياته كلها معايا. يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيلة السنينة من عيلة غلبانة ومكسورة لعيلة ليها مخالب وأسنان. الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجة في المقام ده. مين اللي هترضى بواحد أمه مش راضية تعرفه مين أبوه؟ هي مين دي اللي تبقى في حضنك يا جعفر؟ قرية بشتريها في الساحل الشمالي بعد ما دنت العالمين الجديدة. أنت هترجع ولا إيه؟ لا أنا بستغرب بس. هيا فين؟ موسم البط ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني. هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحف تسابق ارنب؟ عيني على الحلو لما تبهدلوا الايام. الفنان احمد العوضي اتكلم عن مسلسل ضرب نار واللي بيقوم ببطولته في سباق دراما رمضان، واكد انه دايما بيكون حريص على اختيار اسماء الشخصيات اللي بيقدمها خلال اعماله، وده بيكون بالتعاون والتنسيق مع المؤلف. العوضي كمان قال برضو ان الاسماء اللي لازم يكون ليها علاقه بالشخصيه في المقام الاول، وده علشان تكون معبره عنه، ودي حاجه مهمه لان الجمهور بيرتبط باسم الشخصيه اللي بتتقدم في سياق العمل الدرامي. النجمة منى زكي وأسرة مسلسلها الجديد تحت الوصاية موجودين في اسكندرية علشان بيصوروا المشاهد الأخيرة الخاصة في البحر، وباقي لفريق العمل مجموعة مشاهد داخل شوارع اسكندرية، والمفروض أن التصوير هيستمر لمدة 5 أيام علشان يرجعوا القاهرة ويصوروا المشاهد الباقية. الفنان طارق لطفي اتكلم عن مسلسله مذكرات زوج، وقال ان العمل بيقدم دراما اجتماعية مميزة وفيها تشويق، ده غير ان في تساؤلات بيقدمها للمشاهد على مدار الحلقات علشان يدور هو على اجابات للتساؤلات دي، وهل هيلاقيها في الحلقات اللي جاية ولا لا. ومن هنا بتبدأ الناس تتفاعل، خصوصا ان المسلسل بيقدم رسائل مهمة خاصة بالحياة الزوجية بشكل غير مباشر. الفنان جمال سليمان كشف تفاصيل مشاركته في مسلسل عملة نادرة مع نيلي كريم، وقال انه سعيد جدا انه موجود في موسم دراما رمضان السنه دي خصوصا مع المؤلف الدكتور مدحت العدل. واكد الفنان جمال سليمان ان مسلسل عملة نادرة موجود فيه كل عناصر النجاح وكل عنصر فيه على اعلى مستوى. الفنانة نجلاء بدر قالت إن مسلسل سر الباتع ملحمة درامية ومباراة تمثيل بين مجموعة كبيرة جداً من النجوم، وهي سعيدة بالمشاركة في المسلسل لأن فيه كوكبة كبيرة جداً من الفنانين. الفنانة هالة صدقي قالت إنها بتشارك في أعمالها الفنية بدون أي تخطيط للمستقبل، وقالت كمان إن المخرج محمد سامي كان دايماً يقول لها إن شخصية صفصف في جعفر العمدة هتنجح نجاح كبير وهتكسر الدنيا، إلا إنها كانت شايفة إنه ده نوع من أنواع المجاملة، علشان كده هو الوحيد اللي كان عارف إن الشخصية دي هتفرق مع الجمهور وهو محمد سامي. لسه مع مسلسل جعفر العمدة، وأثناء عرض الحلقات ظهرت الفنانة لبنى ونس والفنان مجدي بدر بشكل شبابي خلال أحداث العمل في مشهد فلاش باك. طبعا الجمهور اندهش جدا من اللي شافوه، وحتى رواد السوشيال ميديا كتبوا وقالوا إزاي رجعوا شباب بالشكل المبهر ده. وهنا خرجت الفنانة لبنى ونس وقالت إن المخرج محمد سامي فضل أو رفض الاستعانة بدوبليرة في المشهد الفلاش باك لأنه عايز يستمد المشاعر من الشخصية الأساسية للعمل، وهنا قرر يستعين بتقنية متطورة وهي اسمها فلتر تصغير العمر. المطربة مروة ناجي ظهر تألقها في أغنية ملعونة الصدفة خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل جعفر العمدة. الأغنية كانت من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع خالد نبيل، وجات الأغنية بعد صدمة الفنانة لبنى ونس لما عرفت أن الطفل سيف اللي خطفه بلال شامة هو ابن جعفر العمدة. أنا ظهر وعشان وهموت لو من لي روح، وده أصلاً روح اللي من الدنيا طلعت أبي، ده أنا لو حكمت أخبي في علوم الدنيا داري. أنا عمري تعاش خوف على أمر وعلي تأصوار، وزنوني الكل محاطاني وكوياني بنار.
خلصت نشرتنا الفنية ونرجع مرة تانية منها نكمل معاها باقي فقراتنا. شكرا ليكي يا لاميا. خلينا بقى نتكلم عن حالة مختلفة كده بينقلنا فيها مسلسل رسالة الإمام، وده عبر تاريخ كده احنا متابعينه وشايفينه، وده عشان نعيش في التاريخ ونفتح شباك كده على الحياة الاجتماعية وكمان الاقتصادية والدينية طبعا في عصر الإمام الشافعي. الجميل ان صناع العمل راعوا بدقة جدا انهم ينقلوا صورة كاملة عن العمارة والهدوم والحلي وشكل المساجد، فرش المساجد، البيوت واللي موجود جوه البيوت وطريقة الشوارع، كل ده كان واضح جدا ان هو منقول وبدقة في المسلسل. خلينا نتكلم اكتر عن واقع احد المراجع اللي اعتمد عليها المسلسل في كتاب المدن والقرى المصرية في البرديات، وده كتاب للدكتور محمد أحمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، واللي منورنا النهاردة في الاستوديو. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا حضرتك. صباح الخير. بداية لما نيجي نتكلم عن الفسطاط ونيجي نتكلم عن الكتاب، إزاي المسلسل قدر ينقل لنا الصورة كاملة كده بالمنظر ده عن الفسطاط وكأننا كنا عايشين وكأننا كنا عارفين التفاصيل؟ بداية كل سنة وحضرتك طيبة وكل السادة المشاهدين بخير وصحة وسلامة ومصر بأمن وأمان إن شاء الله. أعتقد أن مسلسل الإمام الشافعي الفريق العمل اللي تم تجهيزه لإعداد المسلسل سواء من التأليف أو السيناريست يعني بقدر الإمكان راعوا منهجية علمية في العودة إلى بعض المراجع اللي اعتمد عليها المسلسل سواء في الوصف التاريخي أو وصف الأماكن أو في سرد الأحداث التاريخية الخاصة بحلقات المسلسل. بالنسبة للكتاب بتاعي في أحد المراجع يعني اللي تم الاعتماد عليها وهو المدن والقرى المصرية في البرديات العربية، ده تم تأليفه في 2013 و12 نشر دولي في فرنسا في المعهد العلمي الفرنسي بموافقة وزارة البحث العلمي الفرنسية. والحقيقة هو بيتكلم عن المدن والقرى المصرية في فترة مبكرة جدا، اللي يعني الأجانب بيسموها الإيرلي إسلاميك بيريود، الفترة الإسلامية المبكرة، وديت نادر قوي وجود مصادر عنها إلا من خلال وثائق البرد العربي. وقبل ما نتكلم عن الحكاية دي، الناس كتير جدا لما نقول البرد العربي ممكن تتخض يعني. أنا لسه كنت حاسس. يعني دايما لما يجي كلمة البرد يجي في ذهننا اللي هو الفرعوني. لكن الحقيقة البردي كمادة للكتابة استعملها المصريين القدماء منذ هم السباقين في اختراع الورق بالنبات البردي، وبعد دخول المسلمين في الفتح الإسلامي لمصر سنة 641 وجدوا البرد. وعلى فكرة هم كان عندهم فكرة عن البرد من قبل حتى دخول الإسلام لمصر، لأن بعض العرب كانوا مكتبات بيه مثلا؟ لا لا لا، العرب كانوا بيعتمد في المكتبات على الرق أو الجلد اللي هو جلد الحيوانات الماعز والأغنام أو على العظم على الجمال. لكن لو حضرتك تفتكري حتى زي ما ذكر القرآن رحلتي الشتاء والصيف، كان العرب بيسافروا كتجار، كالتجارة هي مهنتهم الأساسية، إلى بلاد الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء. فكان بعضهم بيرجع من بلاد الشام ما يرجعش على الجزيرة العربية مباشرة، يعدي أو يحاول زي ما بنقول كده على مصر. فوجدوا أن المصريين في تقدم وحضارة كبيرة جدا بيستخدموا الورق من نبات البردي المصنوع من نبات البردي للكتابة على مدى الكتابة. فكان معروف. لما دخل العرب كمان إلى مصر 641 وإتمام الفتح الإسلامي 642 بفتح الإسكندرية، استمروا على استعمال البردي كمادة للكتابة، وبالتالي وجد عندنا فترة 4 قرون كاملة اللي هي من القرن الأول الهجري للرابع الهجري اللي هي يوازيها من السادس الميلادي للعاشر الميلادي الكتابة على البردي. طب وبعد كده إيه اللي حصل بعد كده؟ إن تم اكتشاف الورق في بلاد الصين وانتقل عن طريق التجار صناعة الورق، فلوجدوا أنه استعماله أخف وأرق شوية. فده كان لازم نقول كده. طيب المادة ديت اللي هي البردي اللي اتكتب عليها في الفترة الإسلامية المبكرة اللي بنقول المعلومات أو المصادر الندبة عنها، الحقيقة لم تكن تكتب عن التاريخ بصفة مباشرة، ولكن بنستنبط المعلومات من خلال النصوص اللي وردت في هذه المادة. بمعنى أني أحيانا يكون المادة دي استخدمت في كل نواحي الحياة، في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضا، منها أوامر من الولاة الحكام البلاد إلى حكام الأقاليم أو إلى قادة الجيش، فبنعرف من خلال النص ده
طبعا. إقادة الجيش في هذه الفترة كان مين ومين ومين طبعا. أعداد الفرق وأعداد الجنود، فهي مهمة استنباطية من خلال معلومات النصوص، ما فيش حاجة بتتقال مباشرة. مدينة الفسطاط لما يكون هناك، ولكن بتبقى موثقة بأن احنا عندنا المكتبات دي حضرتك شفتها أو حضراتكم بتألفوا الكتب وبتعملوا أبحاثكم بتبقوا شفتوها وبتوثقوها بتقارنوا مثلا ورقة بورقة أو بردية ببردية بحيث التأكد من الأرقام والتأكد من المعلومات الواردة. أكيد طبعا، هو طبعا بيتطابق كثيرا جدا ما ورد بالنصوص، بس أنا عايز أقول لحضرتك النصوص اللي على ورق البردي هي الأقرب للثقة فيها لأنها كتبت بخط المعاصرين للأحداث. نعم. لأنه قد يكون في بعض المؤلفات التاريخية مجاملة لحاكم ما، مجاملة طبعا لأمير. أكيد. إنما دي نصوص كتبت بخط الناس المعاصرين للحدث في وقتها يعني. فعلى ذكر مثلا مدينة الفسطاط، لم يكن هناك كتابة مباشرة في نصوص البردي عن الفسطاط مباشرة. طب احنا خدنا المعلومات على الفسطاط منين؟ هنلاقي مثلا عقد بيع منزل، واحد بيبيع بيت فبيوصف المنزل وبيوصف الحدود بتاعته، الحد الشمالي والحد الجنوبي والحد الشرقي والحد الغربي. مع كثرة الوثائق قدرنا نوصل لمخطط الفسطاط، كانت الحدود بتاعتها او المنازل والطرقات او الشوارع كان شكلها ايه. لكن الحقيقه لو هنتكلم عن الفسطاط حتى طبقا لما ذكره المؤرخين واللي يمكن انا شايف في حلقات المسلسل الاولى اللي وصلنا لها حتى الان، في مراعاه كبيره جدا للشكل العام للفسطاط في شكل المنازل، في شكل الحواري، في شكل الشوارع، في شكل الدروب، في شكل الازقه، حتى في شكل الحوانيت بتاعت او المحلات، يعني المقصود بها المحلات بتاعت الصناعات المختلفه والتجاره. لان الفسطاط كانت تعتبر في الفتره ديت فترة يعني زاخرة، بالذات في القرن الأول الهجري اللي هو مقابل السابع الميلادي والقرن الثاني الهجري أيضا. وبالمناسبة الفسطاط كانت تعتبر مش مركز تجاري كبير جدا فقط، ولكن كانت مركز أيضا للتصدير والاستيراد. إزاي؟ كانت الفسطاط وجامع عمرو بن العاص اللي احنا بنشوفه ده بيطل على ميناء نهري للقاهرة، كان في تفريعة من النيل كده بتعدي توصل لحد الفسطاط، وكانت هي دي منفذ نهري للبضائع الواردة إلى مصر. البضائع بقى لما نيجي نقول ملابس، لما نيجي نقول حلي، لما كان شكلها إيه؟ عرفناها بقى برضو من البرديات الحربية، من خلال البرديات ومن خلال حاجات تانية، ومن خلال حاجات تانية برضو الحقيقة مش البرديات فقط، من خلال ما وجد عن طريق الحفائر في المواقع الأثرية. وللحقيقة المتاحف المصرية والعالمية زاخرة بيه، يعني لما نشوف في متحف الفن الإسلامي هنلاقي قطع كثيرة في القاهرة طبعا من أعظم متاحف الفن الإسلامي في العالم، وهنلاقي برضو في متاحف أخرى عالمية زي اللوفر في باريس ومتحف فيكتوريا وألبرت في لندن. والمتاحف دي أنا كمان زرتها بنفسي وشفت القطع اللي فيها هناك، والمتروبوليتان في نيويورك، فهنلاقي كثير جدا من القطع اللي هي تمثل الحلي، تمثل المنسوجات. وكان بالمناسبة كمان من براعة المصريين في هذه الفترة في كل هذه الصناعات إن كان الأمراء والملوك والخلفاء بيهدوها إلى ملوك أوروبا. فهنلاقي كثير جدا من الملابس الخاصة بملوك وأمراء أوروبا عليها كتابات عربية أو أي. كتابات أو بعض الآيات القرآنية. فدي طبعا كانت معروفة جدا أنها إهداءات للملوك والسلاطين، وده نوع من أنواع المباهاة. الملك لما بيهدي أو الخليفة لما بيهدي بيهدي أجود ما يكون عنده يعني. فالفسطاط في هذه الفترة كانت عامرة جدا، وصفها كثير جدا من المؤرخين. طبعا ده بيدعم ما ذكر في البرديات واللي أنا اتكلمت عنه في الكتاب بتاعي. البرديات معلش عفوا كانت محفوظة إزاي عشان تقدر توصل لحضرتك وتقدر من خلالها تعمل الحقيقة قصة البرديات؟ طبعا لما نيجي نتكلم عنها هي نقدر نقسمها لحاجتين. البرديات اللي هي بتعود للحضارة المصرية القديمة وجدت في مقابر الفراعنة، وهي بتعود ل 3000 سنة قبل الميلاد. لكن البرديات العربية الحقيقة وجدت بالصدفة، وأول من لفت الأنظار ليها بعد ما اتوجدت حتى في مخلفات بعض المنازل عند أهالينا في الوجه الإبلي أو في الوجه البحري، كنوع من أنواع يعني حتى في ناس كانت بتتخلص منها على سنها إيه، بتخاف منها تفتكر مع اللفافات والكتابة وخط قديم هتكون عمل يفتكروها يعني حاجات سحرية أو كده أو وصفات سحرية، فالبعض كان بيتخلص منها. الأجانب يعني تنبهوا لأهمية وقيمة هذه الوثائق، وبالذات بعد ما أحد العلماء الأجانب الفرنسيين اسمه سيلفستر ديساسي وجد، وده كان مستشرق وبيتعلم يعني بيتكلم عربي كويس جدا ويجيد اللغة العربية، درس برديتين ونشرهم في مجلة العلماء في باريس سنة 1825. وبعد التاريخ ده بالضبط 1825 حدثت زي ثورة كاملة
في يعني تشجع كل الدول الأوروبية أنها تدور على البلدية دي، وابتدوا يبعتوا الكشافين بتوعهم في كل أنحاء مصر، وابتدوا يشتروها بكميات كبيرة جدا. وطبعا ما كانش في تجريم وقتها لخروج هذه القطع أو أهميتها، وكانت الناس مدركة، بالعكس كانت بتخلص منها بالإشويلة كاملة. عشان كده ده بيفسر لنا على سؤال حضرتك ازاي اتحفظت فاتنقلت لمتاحف اوروبا. وطبعا يعني للاسف مصر اللي هي بلد البردي ما فيهاش غير 4000 برديه بس موجودين في دار الكتب المصريه. لما حضرتك تقارن الرقم ده وتشوفي في الناشونال بيبليوتيك اللي هي المكتبه الوطنيه في فيينا، ودي برضو من الاماكن اللي انا زرتها، فيها 42000 برديه عربيه يا خبر، وفيها اجمالا 86000 برديه غير البرديات العربيه. طب حضرتك هتقولي طب والباقي ده في ايه؟ الباقي مكتوب عليه بلغات اخرى. لغات اخرى ازاي؟ لغات اخرى لان البردي كان احد مصادر الثروه، يعني كان حاجه مصر بتصدرها. فطبعا لما يتصدر لبلد تانية مش هتكتب عليه باللغه العربيه. طب. فهنلاقي برديات محفوظه في متاحف اوروبا مكتوب عليها بالسرياليه وبالكنعانيه وبالاراميه وبالعبريه وبالمسماريه، كل اللغات القديمه. فبالتالي البردي اتحفظ في كثير من البلدان من اهمها مصر وبعض المتاحف العالميه، ويمكن من ابرز البلدان اللي فيها مجموعات كبيره جدا من البرد زي ما انا قلت المكتبه الوطنيه في فيينا، وفي مكتبه جامعه هايدلبرغ في المانيا، وبيرنستون في الولايات المتحده، ومجموعات اخرى متفرقه في بعض دول اوروبا والولايات المتحده ايضا زي جامعه يوتا. زي بانوراما عن شكل الحياه في ذلك الوقت. احنا خلاص وقتنا خلص، لكن لو نقدر نقول في اقل من نص دقيقه يعني احنا متخيلين ان الشكل اللي احنا شفناه في الدراما ده بيقابل الشكل اللي كان موجود فعلا في الواقع، هو سواء في المدن او في القرى، هو بنسبه كبيره جدا بيحاكيه يعني بشكل كبير جدا. خاصه يمكن انا ما اقدرش اتكلم عن اللي موجود في المسلسل من النواحي الفقهيه او الشرعيه او بعض الاحداث. لا احنا بنتكلم عن العماره. لا احنا بنتكلم عن العماره الحقيقه بنسبه كبيره جدا مقاربه تماما، ويعني فيها اهتمام كبير جدا بالتفاصيل. وحتى جت في بعض الاحداث في يعني المحادثات اللي هي الكلام برضو عن الخفاف زي صناعه الاحذيه، الحلقات اللي انا شفتها حتى الان في شكل الملابس، في التزام الالوان، في شكل البيوت والعماره، في الحنايا والثنايا بتاعه الدروب والازقه. يعني الحقيقه يعني عمل جيد جدا للغايه، بعيد عن بعض انتقادات في بعض الاشياء اللي ممكن يبقى فيها خلاف في الراي، لكن انا بتكلم بنتكلم على الشكل المعماري قد ايه كان تخصصي واضح ومتميز. بالنسبه لتخصصي انا يعني راضي تماما عما جاء في هذا المسلسل. سعدنا بوجود حضرتك معانا دكتور محمد احمد عبد اللطيف، استاذ الاثار الاسلاميه والقبطيه وعميد كليه السياحه والفنادق بجامعه المنصوره. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. شكرا جزيلا يا فندم، وكل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضرتك بألف صحه وخير. مشاهدينا كنا موجودين معاكم النهاردة على مدار ساعتين، لميا حمدين ومنى الشرقاوي. إن شاء الله نشوفكم بكرة في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.